تلمعي البابيه وكيف تطبخي المقلوبه وتلفي الورق الدوالي وتكوري الكوسه المحشي وكتحطي ملوخيه. بس كلامك مردود عليش بقول لك. يما انت بتعرف تطبخ من طول عمرك. ديوان ابوها عمره ما تسكر الله يرحمه. انا ما قلت شيئا. اسمعيني يما. انا شكرت يا يما. اسمعيني هسه يا راجعه بدي احضر. لا ايش بتقولي؟ انا مش علمت كيفك. انا 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 عمر يا اخوي. مرحبا، انا شغيل مطعم عمر شاكر، هاي فاتوره الاكل اللي طلبته، لو سمحت بدي الفارغ. بدك الفارغ؟ عجبتش؟ عجبتش.